لا يستحق للاستدعاء للمنتخب. اللي قصف بها صحافة العار اللي حاول ما شاء الله اليوم رام يديروا مباريات. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش انكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش تعطونا ارائكم واقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم، كل الحب والاحترام. اول شيء نبداو به في هذا الفيديو راح نتكلموا على تصريحات مجيد بوقرة مدرب المنتخب الجزائري المحلي. تصريحاته مهمه جدا اللي قصف بها صحافة العار اللي حوسوا يبحثوا على كل خطأ لمجيد بوقرة أو لجمال بالماضي، ونعرفهم باللي هما أعداء للمنتخب الجزائري. أي حاجة تكون جميلة في الجزائر يحبوا يفسدوها ويشوشوا عليها. المهم راح نتكلموا على مجيد بوقرة، التصريح تاعو هذا اللي داروا بعد مباراة الموزمبيق اللي فاز المنتخب الجزائري على منتخب الموزمبيق بهدف لصفر وتأهل إلى الربع النهائي من كأس إفريقيا للمحليين. ألف مبروك للمنتخب الجزائري وبرافو على اللاعبين وبرافو على مجيد بوقرة. وما ننساش باش نشكر الجماهير الجزائرية اللي باش تشاهدوا من بعد فيديوهات جميلة ورائعة جدا للجمهور الجزائري الرائع. الناخب الوطني المحلي مجيد بوقرة بعد الفوز على الموزمبيق والتأهل إلى الربع النهائي الشان سعيد بالتأهل في الصدارة وسعيد بمنح فرصة لباقي اللاعبين. حققنا الأهم بالتأهل وأشكر اللاعبين على مجهوداتهم. هذا المنتخب لا يمكن مقارنته بالمنتخب الأول بل بالمنتخبات المحلية فقط. يجب علينا الجميع دعم اللاعبين وأن نكون إيجابيين معهم ولا نبحث على السلبيات فقط. اللاعبون بحاجة إلى الدعم وليس الانتقاد والضغط عليهم. مباريات الربع النهائي ستكون صعبة ويجب علينا إيجاد الحلول على المستوى الهجومي. كما قريتوا معنا تصريحات مجيد بوقرة، والتصريح الأخير هو اللي راح نبدأ به، إيجاد الحلول على مستوى الهجومي. الحل الأول اللي نقدر نقوله لمجيد بوقرة هو أنه كاين لاعب صراحة ما هوش ظلم بالنسبة للناس اللي شافوا المباريات ويعرفوا مستوى هذا اللاعب، وحتى أنصار النادي تاعو اللي يلعب فيه نادي شباب الوزداد يعرفوا أنه هذا اللاعب لا يستحق للاستدعاء للمنتخب الجزائري المحلي. لاعب نشوفه ضعيف جدا ومستواه مازال ماهوش مستوى تاع منتخب جزائري محلي. كل اللاعبين ما شاء الله عليهم كانوا جيدين إلا هذا اللاعب، شفناه البارحة فرص سهلة 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 جدا كان يضيعها بطريقة غريبة جدا ما فهمناش. يعني هذا اللاعب يأثر سلبيا على المنتخب الجزائري. اللاعبين المنتخب الجزائري التنشيط الهجومي جيد نوعا ما، نوصلوا إلى مرمى الخصم، ولكن ما عندناش واحد قناص اللي فين اللي يحط الكرة في الشبكة. أحسن واحد نشوفه حاليا في المنتخب الجزائري المحلي هو اللاعب محيوس اللي عنده 2 أهداف مسجلها مع المنتخب الجزائري المحلي، هو الأحسن نشوفه يكون دائما أساسي على رأس الهجوم المنتخب الجزائري، ونتمنى التوفيق لكل اللاعبين. وأما الأمر المهم اللي تكلم عليه مجيد بوقرة من غير العريبي على باقي اللاعبين، على مجيد بوقرة، على التدريبات، على التحضيرات المنتخب الجزائري، الصحافة الجزائرية اللي تكلم عليها مجيد بوقرة قال لك في الوقت الحالي ماهوش وقت أنه باش نديروا الضغط على اللاعبين، باش نشتموا اللاعبين، باش نسبوا اللاعبين، باش نديروا الضغط على المدرب ونبقاو نتكلموا على الأشياء السلبية السلبية السلبية. منتخب الجزائري جيد ما شاء الله اليوم، دفاعيا رائعين، عندنا حارس رائع، عندنا وسط ميدان جيد، وأما في الهجوم هنا المشكلة اللي عندنا عقم في التهديف، ما عندناش مهاجم جيد يحط الكرة في الشباك ويستغل أنصاف الفرص. لازمنا مهاجم جيد وقناص جيد، وهذا الأمر حتى تاع تضيع الفرص الكثيرة للمنتخب الجزائري المحلي راجع نشوفه أيضا حتى للتسرع بعض اللاعبين أنهم يتسرعوا أمام المرمى ما يكونوش مركزين، وهنا لازم على اللاعبين أنهم يكونوا مركزين جيدا ويستغلوا أنصاف الفرص باش يسجلوا منهم أهداف، لأنه كما نعرفوا في كرة القدم تضيع تقبل، وها كرة القدم لا ترحم أحد، وعشنا مباريات مثل هذا ونعرف أنه كرة قدم ما كانش رابح 1-0 2-0، لا، حتى يصفر الحكم لازم عليك كل الوقت تستغله في تسجيل الأهداف وتقديم مباراة تكون جيدة. ونتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري المحلي. صراحة أنا واحد من الناس كمشجع جزائري رام عاجبيني
ما شاء الله اليوم رام يديروا مباريات رائعه. مجد بوقره مدرب جيد، نتمنوا له كل التوفيق ان شاء الله. تشوفوا كل مباراه يغير خطه، يغير تشكيله، يغير لاعبين. وكما تكلم هو في التصريح تاعو انه قال لك انا فرحان وسعيد اني اعطيت فرص للاعبين اخرين وقدموا مباراه جيده صراحه، ما حسيناش بالفرق. وانا يبين لك انه في البطوله الجزائريه عندنا لاعبين جيدين، عندنا مواهب، فقط نعطوهم الفرصه وندير لهم الثقه. وهذا الامر اللي لازم على صحافه العار انها تديروا كما تكلم جمال بالماضي. حاليا لازم علينا ندعموا المنتخب الجزائري، نوقفوا مع اولاد بلادنا ونشجعوهم تشجيع كبير. هذه البطوله مقامه في بلدنا الجزائر، والمنتخب تاعنا الجزائري يلعب هنا، لازم ندعموه كجماهيريا، كصحافه، ككل المواطنين، ككل المسؤولين، ونوقفوا معاه باش هذا الكاس تبقى هنا في الجزائر وما تخرجش من الجزائر. وهذا اللي نتمناه ان شاء الله، والمنتخب الجزائري قادر عليها بإذن الله. أما الآن باش نتكلموا بخصوص الجماهير الجزائرية الرائعة والجميلة جدا صراحة، تصنع الحدث في مدرجات ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر العاصمة ببراقي. راح تشاهدوا معنا هذا الفيديو بعد نهاية مباراة الجزائر والموزمبيق. المنتخب الموزمبيقي انهزم أمام الجزائر، ولكن شاهد ردة فعل الجماهير الجزائرية مع منتخب الموزمبيق ومع اللاعبين. أجواء جميلة جدا ورائعة. وما ننساش باش نتكلموا على أجمل شيء وأروع شيء، أنه تشوفوا الجماهير الجزائرية وهي تنشد النشيد الوطني الجزائري قسما يزلزل ملعب نيلسون مانديلا. شوفوا معنا هذا الفيديو الجميل والرائع.